وي سي بون. وي المهم هذا الجوهر غليظ وزوين، ها هو كتشوف دايره معاه لاميتيست، هذه لاميتيست اللي وريت لكم قبيله، هذه كانت شويه ناصحه، هذه شويه غالقه، ودايره له هذا المشد ديالو، وانا كنخدم المشد كنزيد له الحجره د لاميتيست باش تعطي بحالو. هي يعني نورمالمون هنا جوهرة بيضاء، انا كندير هاد لاميتيست كنحطها هنايا، وسمحوا لي انا يديا راني كنخدم بزاف بيديا، ما كنديرش لا مانيكير. ماما مفتاحه ما تضحكيش عليا. وهذا دايره البراسلي والكولي ديالو مجموعين هما. تشوفوا الجوهر كيفاش دايره، ماشي كله بحال بحال، سبحان الله العظيم، ملي كتبقاو كتسمعينو في كل جوهره ماشي بحال اختها. المهم هادو خيوط طوال كنديرهم سامبل بحال هكا، بحال مثلا هذا بالمرجان، هذا دايره بلاميتيست ليماتيت، سمحوا لي ليماتيت، هذا ماشي حجر هو معدن، ولكن حتى هو كيكون بزاف به ليكوليي وداك الشيء. هذا سي دو لوبالين راكم شفتوه واقيلا في واحد الفيديو قبل، كانت بنتي بريزونطاتو. كاين هذا هنايا بالكحل، هذا سي لوبسيديان، لا هو الجوهر اللي معروف في المغرب والناس كيدورو كيبغيوه، واللي قلت لكم داك النهار هذا سي لو غران دو بلي. ها هو هنايا كاين الغليظ، كاين شويه المويان، كاين الرقيق بحال هكا، هذا سي لو غران دو ري. ها هو هنا كتشوف ما شاء الله كاين كلهم، وراه غير كتخرج من هاد المجموع هكا صافي، ماشي بحال بحال، بغيتي تلقاي بحالو ما تلقايش، كي كيجمعوه هكا كيكون مولود، كيجنيوه بحال كيجمعوه بوحدو، وكان جيت تشوفي هذه ما غاديش تلقايها بحال هادو، لا فورم تاع هذا وهذا ماشي بحال بحال، كيبان لك هاو مثلا هذا رقيق شويه رقيق وبيض، بحال هذا مثلا غليظ شويه ولكن صفر، بحال شويه صفر، والاثمنه ها هما هنايا، شوفي الاثمنه سي بين 6 اورو 7 اورو 8 اورو الخيط، هذا قبل كان رخيص، ملي قلت لكم داك النهار ما بقاش هذا في السوق بزاف، ما بقاش الشينوا والجابون بداو كيطحنوا كيديروا به المكياج، باش غادي يبقاو يديروا التقابي في هذا الجوهر صغير هكا شحال متقبه وداكشي، كيدير لهم لا مان دوفغ، لا مان دوفغ غاليه، هما كيديروا داك الغليظ حاجه مزيانه غليظ، غير الناس ما عارفينش القيمه ديالو، كيتقام عليهم كيتقام عليهم رخيص وكيبيعوه غالي، هذا رخيص كنطلعوا يشريوه المغاربه، وحنايا العرب كنا كنشريوه، وهذا هو اللي متوالفين كنستعملوه، وها هو موجود تبارك الله، اللي بغى شي حاجه ولا كاين موجود، وفي المغرب موجود ولكن قليل وغالي، يعني دايره راني عارفه عندي المعرفه، واللي كيشوفوا تما البيع والشراء قليل في المغرب وغالي وماشي لا ميم كاليتي. الأثمنة هذيك هي بين 7 اورو 8 اورو داكشي على حسب، وفيه 40 سنتيمتر في الطول، 40 سنتيمتر. دابا اللي بغات دير مثلا الكوليي، بغات دير الكوليي على 4 على 4 د الخيوط باش يجي غير هاد كو غير قصير،
خص هاد زيت جوج في الطول، هي خصها 6 د الخيوط باش يدير لها الكولي على 4. الا بغات مثلا 8 د الخيوط خصها دير 4 د 10 د الخيوط، واللي بغات ديرو طويل كديرو دوبل. باش كديرو طويل خصها ديرو على مثلا على 4 كدير 4 4، كيجي فيه 80 سنتيمتر. هذاك هو اللي كيديروه دابا على حساب الفولاره ولا يبغيه طويل. كنهضر على الجهر اللي غادي غير تعمريه في الخيط. اما الصنعه ديالي انا سبيسياليتي ديالي بالكروشي كيكونوا غير على 3، ما كيهزش الجهر بزاف والخدمه فيه شويه صعيبه، وكيبقى دائما هاك. مثلا كل خيط كيدير لك 10 سنتيمتر، الا بغيتي 80 سنتيمتر كديري 8 د الخيوط. ومثلا الا بغيتي ديري 8 د الخيوط غير هكا محلول، ما غاديش خصك شويه تزيدي فيهم في الطول. ما شاء الله هالشهر ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. حاجه مزيانه. دابا شوفوا الجهر منين يكون يبري، الا لقيتوه مسوس ولا قيسه هكا بحال بيض بحال اللي فيه الجير، هذاك راه ميت، غير خليوه ما تشريوهش، واخا يكون باش اي ثمن. خص تشوفوه يكون يبري، يكون يشعل هكا صافي بحال السنان. السنه ملي كتكون مسوسه كتبيض بحال اللي مخدومه بالقبص. الله فوالا. صلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهكذا تنكونوا ختمنا هذا النهار الفيديو عند السيده. ايوا المهم، السلام عليكم ومرحبا بكم، واللي حب شي حاجه يتصل بيا بواتساب. التليفون ديالي راه حطوه تحت الفيديو، حطوه تحت الفيديو ان شاء الله. مرحبا بكم، ساعتكم مبروكه، نهاركم مبروك. اللي عنده ميمتو حبيبتو دائما وابدا يتهلا فيها، اللي ما عندوش الله يرحم ميمتو ام سيدنا محمد. وانتظروا ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه مازال عندها مازال في الجعبه ديالها العديد، لانها هي حريفيه ذات الصنعه، ماشي هي تتقبط وتخدم او تلاقي او حتى شي حاجه كما شي حاجه كما تنقولوا. الحريفي ماشي هو اللي هي تيقبط وهي وي. ومن بعد ما توريكم راها جابت شي موديله ديال ديك لي فيرموار، لي فيرموار وي، باش اللي بغاو صحاب. انا ما كنعجبنيش الزواق بزاف مع الجهر، كيعجبني الجهر سامبل، الا بتي فيرموار تاع النقره ولا الذهب وصافي. ولكن مع الناس بغاو دابا داكشي اللي راه لامود فيه بزاف الوان وداكشي، ان شاء الله غادي نخدم ونوري لكم. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم راه داكشي موديلات، وان شاء الله الرحمن الرحيم ونعاودو نجيو. الله يخلينا على خير، نهاركم مبروك، ساعتكم مبروكه، مزيان هكا كتب.